السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وكل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ان شاء الله. انا النهاردة هنعمل بإذن الله مكرونة بشاميل وبروستد اللي هو سقان الدجاج. هنعملهم بروستد ان شاء الله. انا عندي نهوت بولة كده، وعندي نهوت يا زبادي يا اللي هو اللبن الرايب. انا عندي لبن رايب، هاخد معلقتين كده منه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا التوابل ان شاء الله، نص معلقه ملح، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه فلفل اسود، من كل حاجه نص معلقه، توم باودر، بصل باودر، وعندي نهوت البهارات السبعه، وعندي نص معلقه كركم. هنحط كل المكونات دي هنا على بعضها ما شاء الله. نقلب كويس جدا. عندي هنا اهوت هنحط خل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي هنا ليمونة، هنحط الليمونة. طلع منها البذر. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو اوي كده ما شاء الله. عندي بقى الفراخ هنا اهوت كده، انا نقعاها طبعا في الليمون ومنغزاها، منغزاها كلها ينضيفوا زي الفل، ونقعها بقى في المحلول اللي احنا بنقع فيه الفراخ. طبعا ايه، احنا دلوقتي الفجر يا جماعة، هنفضل يعني هتفضل هي في التتبيلة دي، ونحطها في التلاجة لحد ما وقت التقديم ان شاء الله. كده ان شاء الله هنغطي عليها ونحطها في التلاجة بإذن الله، ونرجع لكم وقت ما هنعملها بإذن الله. ودلوقتي حبايبي انا حاطه مية على النار فيها حبة ملح وحبة خل كالمعتاد، علشان الخل ما بيخليش المكرونه تلزق. وده الكيس المكرونه اللي انا هعمله. ما شاء الله. عشر دقايق وهنزلهم من على النار، مش عايزاها تبقى مستوية قوي عشان لسه هتستوي في الفرن. انا هعمل مكرونة بشاميل. طبعا عندي كانت العصاج جاهز في التلاجة، طلعت فكيته واخدته على النار كده سخنته يعني. ان شاء الله هنسيبها لحد ما تغلي ونرجع لكم ان شاء الله.
كده حبايبي المكرونه بتاعتنا استوت، هنطلعها في البوله هنا. وهنرجع لكم عشان هنعمل في الحله دهيت البشاميل. كده يا جماعه انا عندي هنا اهوت 5 قطع من الزبده، ندوب الزبده كده، وهنا 5 معالق ملح دقيق، هنا عندي 1.5 كيلو حليب، حط عليهم بيضتين، وشوية فلفل اسود، نقلب كويس. هنا هنحط عليهم الدقيق، الله. كده البيض بيحمر وشها، بيديها قيمة برضو غذائية. انا ساعات بعملها من غير وساعات بعملها بالبيض، بيديها نكهة حلوة برضو البيض ما شاء الله. انا ما بحبش احدق قوي البشاميل بالذات او المكرونة بشاميل عموما، لان العصاق فيه ملح، وانا حتى كنت ملح في المية بتاعت السلق، فبخلي الحقد بتاع اللبن اقل شوية، فبيدي طعم حلو جدا جدا جدا. وانت بتاكلي قطعه البشاميل ما بتبقاش مملحه، وبتستطعمي بالطعم احلى لما تكون ملحها عالي شويه. يعني بشوف ناس بتحط مرق الدجاج وبتحط ملح في كل حاجه، فربنا يقويهم يا رب ان شاء الله. وكل واحد بقى وحر طبعا في المذاق اللي هو بيحبه. يعني لما تغلظ ان شاء الله القوام هرجع لكم. دلوقتي حبايبي بيبدا القوام اهو بيغلظ شويه شويه. ده 1.5 لتر لبن يا جماعه، انا بحب اللبن فيها كتير، مش بحط لها شوربه خالص، ما شاء الله وناعمه وجميله اهي ما شاء الله، يعني ايدك فيها على طول. بكلام لبناتي العرايس الجداد، طول ما ايدك فيها ما بتكلكعش منك ابدا، ريحتها طالعه تجنن. انا بحط ملح وفلفل اسود بس، حتى العصاب ملح وفلفل اسود بس.
ما شاء الله جميلة جدا، واللبن بيديها غنى مع البيض. ما شاء الله غلت اهي، خلاص كده هنطفي عليها وهنتنقل على الرخامة ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا دلوقتي هحط في على المكرونة بشاميل ما شاء الله. هحط عليها العصاق يبقى العصاق يعني مال المكرونة بتبقى طعمها احلى. بسم الله ما شاء الله. هنقلبها كويس. في الصينية يا جماعة هنحط فيها بشاميل ان شاء الله. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اذا كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا جماعة ما تنسوناش من تفعيل الجرس والاشتراك واللايك والشير. بارك الله فيكم. دلوقتي ننزل المكرونة كلها ما شاء الله. حاجة كده جميلة جدا. اللهم صل على النبي. حاجة ريحتها طالعة جميلة جدا. اللبن بيديها طعم حلو. أتمنى إن انتوا تجربوها باللبن بس والله هتعجبكم جدا. ما شاء الله. دلوقتي هننزل كل البشاميل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. حاجة كده فاخرة. ما شاء الله ما شاء الله. كده بقى ان شاء الله هندخلها الفرن. انا مجهزاه ما شاء الله. جميل جدا. بألف هنا وشفا للي هياكل وألف هنا وشفا للي هيشوف ما شاء الله. الله اكبر. نرجع لكم لما هنعمل الدبابيس بتاعت الدجاج اللي هي ايه زي كنتاكي يعني. كده حبايبي انا عندي نوت دقيق ذرة. ده دقيق ذرة حاطه كوبايه الا ربع. وهنا ده دقيق عادي ابيض كوبايه برضو الا ربع. وهنا عندي شويه ملح فلفل اسود كزبره ثوم بودر بصل بودر وعندي كركم وسبع بهارات. هنحط نفس اللي حطيته على
ما تقطروش ملح يا جماعه، لان الطعم بيبقى احلى بكتير لما بيبقى الملح معتدل. بسم الله ما شاء الله. اللي هيفضل من الدقيق انا مش برميه، انا بنخله وبحطه في كيسة لأي مرة جاية ان شاء الله بنعمل منه. بنستخدمه مرة كمان. ما شاء الله هنطلع دبوس كده ما شاء الله. تكي عليه جامد كده علشان يديك القرمشة والكشكشة دي بتاعت الكنتاكي او البروستيت. طلعها كده ما شاء الله. يا رب جينا القوة يا رب يا رب. الأكل سهل ومفهوش أي حاجة يا جماعة. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. كنا صغيرين بنهد الدنيا، دلوقتي الحمد لله يا رب العالمين. اوعوا تستهينوا بصحتكم وانتوا صغيرين. اللي بيعمل في الواحد كده ان كنا بنبقى غسل يعني واخدين الشاور بتاعنا وبننزل شعرنا مبلول ومش مهتمين بالبرد ولا مهتمين بالكلام ده كله. ده كده غلط، انا بقول لكم غلط والله. انه بيطلع عليكم وانتوا كبار ما بتقدروش. كل العظم اللي بيوجع الواحد من الحاجات اللي احنا كنا بنستهين بيهم واحنا صغيرين. كانت والدتي تقول لي غلط اللي انت بتعمليه ده، كنت بنطلع بالبلكونه ننشر وانا واخده حمام. فكده غلط غلط غلط. انا والله نصيحة يعني من امكم، اوعوا تعملوا العمايل دي. الشباب دلوقتي بينزل كله شعره مبلول في الشوارع ان شاء الله. الحمد لله. كده ما شاء الله. وزي ما قلت لكم كده مش هرمي دول، انا هصفيهم او هنخلهم نستخدمهم مرة تانية ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي الزيت غلي، هننزل فيه قطع الدجاج ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنحط كل اتنين مع بعض عشان ما نسحمش الدنيا، كل يعني يستوي براحته. هنغطي عليها ونسيبها كده نقلب كل بين الحين والاخر لحد ما يستوي ان شاء الله. بياخد حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع باذن الله. هي دلوقتي انا هوطي عليهم النار علشان يستوي براحته. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي حبايبي نشوف البروستد بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هسيبه شوية كمان. 5 دقايق كمان ونشوف. أنا محضرة بقى أنا الورق اللي هنطلع عليه. ما شاء الله. بنطلعها ان شاء الله ريحتها قلبة الدنيا. حاجة نظيفة عاملاها بايديكي ما شاء الله. لا فرخة بايتة ولا فرخة متعورة،
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها برضو حوالي ساعة الا ربع او نص، او يعني على حسب ما تستوي ان شاء الله. منظرها عامل ازاي؟ منظر في منتهى الجمال ما شاء الله. دلوقتي حبايبي هنشوف المرحلة الثانية دي ما شاء الله ما شاء الله. لسه شوية برضو وهنطلعها بعد كده من الفرن. كنت وصلتوا معايا لحد هنا يا جماعة؟ ما تنسوناش من تفعيل الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك والشير. بارك الله فيكم ونشوفكم ان شاء الله على سفرتنا الحلوة دي ان شاء الله. واجي حبيبي طلعنا البشاميل من الفرن، شكلها طبعا بيتحدث عن نفسه. ونقطع حتة كده ونطلعها ان شاء الله. هي لسه سخنة، احنا بنحب ناكلها سخنة لانها لما بتبرد بصراحة بتبقى دمها تقيل. ما شاء الله يعني طالعة لما تفتفتة ولا كلها الحتة الخرطة بخرطتها ما شاء الله. والبشاميل اللي فيها مظبوط جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وادعوا لي يا جماعة ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. واشوفكم بالخير يا رب في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.